فقال الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال الله بعد أن ذكر هذه الذلة التي سترث الجنان قطعا، قال فخلف من بعدهم خلف وأضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال بعدها فسوف يلقون غيا. قرن الله إضاعة الصلوات باتباع الشهوات، وهو من أعظم الحسرة أن يذكر في القرآن ملأ يثني الله عليه فلا يجد الإنسان نفسه فيه صفة ممن أثنى الله عليهم من قبل، ثم يأتي بعدهم وصف أقوام سوء فيجد الإنسان فيهم مما يمكن أن يأتيها. وهذا كما قلت أعظم ما يجعل المؤمن يتحسن. قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم قال فسوف يلقون غيا.